هذا المنتدى خطوة مباركة، خطوة نوعية معتبرة في الاتجاه الصحيح. أعتقد أن النجاح الهائل سيتجسد من خلال علاقات اقتصادية وطيدة، من خلال صفقات ستبرم، من خلال شراكات سيتم إقامتها. وأعتقد أنه بالنظر إلى أن هذه التجربة الأولى أعتقد أنها ناجحة وتفتح أفق واعدة لعلاقات الجزائر الاقتصادية. البنوك الجزائرية لها علاقات مع كل بنوك في العالم، مشاريع البنك التنمية المحلية كثيرة، وأهمها أنها اليوم تجعل نظام معلوماتي ليسمح لها أن تتقرب أكثر فأكثر من زبائنها، وكذلك أن الخدمات تكون أكثر سرعة وأكثر سهولة. الملتقى هذا اللي نعتبره احنا قفزة نوعية في مجال الاقتصاد الوطني، وهذا اللي يسمح كما تعرفون شركة أورانجينا هي 100% جزائرية، ويسمح لنا ويفتح لنا آفاق على المستوى الإفريقي، ولما لا تكوين علاقات مع مختلف الدول والتعريف بالمنتوج الجزائري بصفة عامة.